اسمي فاطمة صفاوي، عمري 27 سنة. درست أدب إنجليش بالجامعة اللبنانية وعلمت طلاب صعوبات تعلمية لمدة 3 سنين تقريبا. بلشت بالتطريز بطريقة شوي غريبة، كنت حابة أهدي رفقاتي هدايا. بلشت وعملت لرفيقتي طارة، عجبتها كتير. هاي الطارة عجبت كتير ناس، فصاروا شوي شوي يطلبوا مني طلبيات يعني تطريز، وكل حدا يعطيني فكرة شكل. صاروا يطلبوا مني مثلا سلة الفواكه. من هيدي سلة الفواكه صرت طرز، يعني حبيت طرز بطريقة ما تكون كتير مألوفة، يعني شيء تدرجات ألوان. أول ما عرضت صور الطبيعة في كتير ناس حبوها، وصاروا يطلبوا مني صور لشخصيات بحبوها وآيات قرآنية وأدعية. الحمد لله الناس كتير حبت الشغل وعطتني فيدباك كتير إيجابي. هذا الشيء شجعني أنه أطور بشغلي وأسعى أنه أقدم أشياء مميزة أكتر بكل مرة. ببعض الأحيان صار في كتير ناس تطلب مني أو تسألني عن طرق غرز معينة أو رسم معينة أو طريقة دمج الألوان. حبيت أنه للمستقبل يكون في مثل مدرسة تعليمية هيك خاصة بالتطريز بلبنان.